قناه الزفره بتبارك لحضرتك على الجائزه النهارده. كلمني عن شعورك وتكريم غالي من دبي في اسبوع واحد، عندنا جائزتين مهمين ولسه مكملين النهارده. شعور حضرتك ايه لقناه الزفره؟ شايفين حضرتك دلوقتي اكيد مبسوط، اكيد مبسوط. دايما اي حد بيتكرم في اي مجال اكيد بيتبسط، مش بس المجال الفني، في اي مجال في الدنيا بيحس ان هو يعني ماشي على الطريق المظبوط، وانه في ناس بتقدروا، والتقدير ده بيكون نتيجه مجهود، يعني مش تقدير في المطلق. فطبعا مبسوط جدا جدا. من منتدى للشباب، كلمتك دايما للشباب سواء المبدعين او المثقفين او النهارده كانوا بيشاركوا حضرتك الجوائز، كلمني عن كلمتك ليهم في دور مهم زي المنتدى النهارده. اقول انه دايما اللي بيبقى جواه حاجه مامن بيها ومصدقها وبيعملها باخلاص وبيحبها اكيد هيوصل للي هو عايزه، واقول لهم انه كملوا على اللي انتوا فيه، وان شاء الله يعني تبقوا في تكريمات اعلى واعلى من كده كمان.